السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله بدي أكمل درس اقترانات كثيرة الحدود. عندي مثال 3 صفحة 12، بدي أشوف كيف أنا بدي أجمع اقترانين كثيرات الحدود مع بعض. كيف بدي أجمع اقترانين كثيرات حدود مع بعض؟ بحكي لي المثال: إذا كانت جي الأكس تساوي 7x تكعيب زائد 6x زائد 4، وكان عندي f x تساوي 2x تربيع ناقص 5x تكعيب زائد 4x ناقص 9، ايش بده يعني؟ فأوجد f x زائد g x، بدي أجمع هذا الاقتران مع هذا الاقتران. كيف بدي أجمع الاقترانين كثيرات الحدود مع بعض؟ شوفوا كيف. باجي للاقتران الأول، ايش عندي بالاقتران الأول؟ أعلى أس اللي هو عندي تكعيب، يعني بحكي f x زائد j x تساوي، عندي أول إشي 7x تكعيب، بحطهم مع بعض 7x تكعيب، باخد أعلى أس، بروح بدور فيهم تكعيب باخده مع بعض اللي هو عندي سالب 5x تكعيب. إذن جمعت الحدود المتشابهة، التكعيب اللي هون والتكعيب اللي هون مع بعض، باخد التكعيب اللي هون والتكعيب اللي هون مع بعض زائد، هلأ في عندي إيش الدرجة الثانية؟ تربيع هون ما في، تربيع هون تربيع باخدها مع بعض 2x تربيع لحالها، هون ما في تربيع زائد، هلأ الx عندي هون 4x وعندي هون 6x، هون 6x زائد 4x، انتبهوا باخدهم مع إشاراتهم وكلهم بينهم عملية زائد زائد. هلأ خلصنا الثوابت، عندي هون سالب 9 وهون عندي موجب 4، مع بعض بجمعهم. هلأ يلا نجمع مع بعض 7x تكعيب ناقص 5x تكعيب، حكينا الحدود المتشابهة بتنزل التكعيب، وبحكي 7 ناقص 5، 7 ناقص 5 2، إذن 7x تكعيب ناقص 5x تكعيب يساوي 2x تكعيب زائد 2x تربيع بضل زي ما هي زائد 6x زائد 4x، حكينا الx زي ما هي بتنزل، 6 زائد 4 10x زائد سالب 9 زائد 4 سالب 5، إذن f x زائد g x شو يساوي؟ 2x تكعيب زائد 2x تربيع زائد 10x ناقص 5، هاد بكون هيك الجواب النهائي. مرة تانية، كيف بدي أجمع اقترانين كثيرات حدود مع بعض؟ باخد الكثيرات الحدود، باخد الحدود المتشابهة وبجمعهم مع بعض، باخد الحدود المتشابهة وبجمعهم مع بعض. خليني أشوف أتحقق من فهمي صفحة 12 طبعا التابعة للمثال. بحكي لك جي الإكس يساوي سالب 4x تكعيب زائد 6x تربيع ناقص 5، F الإكس تساوي 3x تربيع زائد 8x تكعيب ناقص 2x زائد 3. بداية حكينا F الإكس زائد جي الإكس يساوي، إيش أعلى إشي عندي قوة؟ هون عندي تكعيب وهون تكعيب بجمعهم مع بعض، يعني سالب 4x تكعيب زائد 3x أو 8 هون عندي x تكعيب زائد، عندي التربيع عندي هون 3x تربيع وعندي هون زائد 6x تربيع. هلأ الإكس العادية زائد هون عندي 2x وهون ما عندي، آخر إشي عندي الثوابت، هون 13 وهون سالب 5، 13 زائد سالب 5، إذن بس بجمع الحدود المتشابهة مع بعض.
هلا اكس تكعيب واكس تكعيب بتنزل اكس تكعيب سالب 4 زائد 8 4 زائد الاكس تربيع والاكس تربيع بتنزل اكس تربيع واحدة 3 زائد 6 9 هون زائد 2 اكس ما في غيرها زائد 13 زائد ناقص 5 يعني 13 ناقص 5 يساوي 8. اذا اف الاكس زائد جي الاكس تساوي 4 اكس تكعيب زائد 9 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 8. لهون هيك تنتهي حصتي لليوم. يعطيكم العافيه.